شيم. طيب دي اكتر بقى انا حبيت اختارها، بس هي نزلت وقالت لي لا بس يا سوسو انا اللي اختار نفسي. طقطق طاقة زفول، شخص عنده مسؤوليات كتير قوي ولكن بيتظاهر ان هو ما عندوش اي مسؤوليات، بيتظاهر بالسعادة. ليه يا عقرب بتتظاهر وانت ممكن تحصل عليها؟ انا شايفاك ان انت موضح للناس اللي حواليك ان الحياة حلوة، ان كل حاجة جميلة، بس انت ذات نفسك مش سعيد. شايفة كده نوع من عدم السعادة العاطفية عندك. عندك خليني اقول بنسبة كبيرة قوي بتحاول تخدع نفسك. انت في علاقة مش مبسوط بيها، انت خرجت من علاقة ممكن، وبعد ما خرجت منها حاسس بعدم الاكتمال، حاسس ان العلاقة دي كان في كتير قوي فيها تديه وتاخده بس انت استعجلت. ممكن يكون العلاقة العاطفية اللي انت فيها او اللي انت كنت فيها ما كانتش مدياك الاكتفاء او الشبع العاطفي، كنت حاسس ان انت في العلاقة دي وبرضو محتاج، في حاجة ناقصك. ماشي، دي الطاقة المسيطرة عليك. أنا شايفة إن أنت بتخدع نفسك قبل أي حد يا عقرب. عايز تقول إن أنا مبسوط، عايز تقول إن قراراتي صح، بس أنت عارف إن في قرارات خدتها ما فيهاش أي نتيجة إيجابية ليك. طيب بسم الله، خلينا نشوف Page of Pentacles, The Empress, Three of Cups, سيفن اوف كابس. ماشي، بيج اوف بنتكلز بيقول لك ان في فرص جديده جايه لك الفتره دي يا عقرب، بس يا ترى انت هتقدر تستغل الفرص دي؟ الفرص اللي جايه لك شخص جديد، ممكن شخص قديم عايز يصالحك، ممكن الشخص اللي انت معاه في الوقت الحالي بيحاول ان هو يبذل كل جهده ان هو يساعدك بس برضه شايف ان انت مش مبسوط. الشخص ده حاسس بيك، ممكن يكون مقرب منك قوي، يعرف شخصيتك، يعرف غموضك، يعرف ايه اللي بيزعلك وايه اللي بيفرحك. نظرته ليك كده برضه هو حاسس ان انت مش مبسوط، حاسس انه مهما يعمل انت مش مبسوط. الموضوع ده مقلقه. لو الشخص ده جديد انبهر بمظهرك، انبهر باسلوبك، ابتسامتك، لكن الشخص ده مش عارف ان انت شخص غامض، مش عارف ان الابتسامة والاسلوب اللي انت بتتعامل بيه ده مجرد شكل خارجي. انت ممكن تكون شخص شايل مسؤولية كتير، عندك اشياء كتير قوي شغلاك، هما ما بيبصوش على الحاجات دي. بأول تعارف، أول مقابلة بيبصوا على المظهر الخارجي، اسلوبك، ضحكتك، قابليتك للتعارف، لكن ان هما يخشوا جواك ويشوفوا فعلا انت بتفكر في ايه ده مش موجود، وده مش سهل ان هو يتلاقي عقرب عشان تعرف كده يعني. طيب في هنا عادة ذا امبريس ده شخص واثق من نفسه قوي، بس الطاقة اللي جاية لي، لان جاية لي بعديها تري اوف كابس، مش عارفة ليه ثقتك في نفسك الفترة دي قليلة شوية يا عقرب. حاسس ان انت عايز تعمل تغيير، عايز تعمل انتفاضة على نفسك الفترة دي، حاسس ان انت عايز تغير حاجة في حياتك، في شكلك، في مظهرك، ومش عارف. عندك من جواك الغرور اللي انا مفيش حاجة غلط، انا مش محتاجة تغيير، انا عايز بس اغير الاشياء دي ده يعني كاكسترا اللي هو حاجة اضافية، ولكن جواك لما انت بتقعد مع نفسك بتقول لا انا محتاج تغيير، انا مش مبسوط مع نفسي. انت كده جواك مش مبسوط، مش راضي عن نفسك الفترة دي يا عارف. طيب التري اوف كاب معناها ان في بالفعل تطورات عاطفية جاية لك الفترة دي، في احساس بالسعادة، في احساس بشخص ما هتتعرف عليه، هيحسسك بانوثتك لو انت مرأة، برجولتك لو انت رجل، هيحسسك ان انت مرغوب فيك. الاحاسيس دي يعني هتديك نوع من الطاقة الإيجابية، بس مع الطاقة السلبية اللي معاك الاتنين هتبقى في طاقة متوسطة، ولا مبسوط ولا زعلان. بس أنا شايفة هنا إن في تطور في حياتك العاطفية بشكل عام، يعني العازمين منكو في لقاء لشخص ما، المرتبطين منكو في تطور للعلاقة دي، في كلام هتسمعه
هيعجبك في العلاقة دي. يعني ممكن شخص يقول لك لأول مرة بحبك، ممكن شخص يقول لك احنا عايزين نطور العلاقة، في كده مفاجآت هتعجبك الفترة دي. سيفن اوف كابس، ونتكلم على الشخص النادم اللي حاسس ان حياته خسر كتير قوي لما خسرك يا عقرب. شايفة في هنا شخص ما انت خرجت منه، من انت وهو خرجتوا من علاقة عاطفية كانت مع بعض، كان في ما بينكم حب، كان في ما بينكم كلام، ممكن كان في زواج او خطوبة. الوقت الحالي العقرب ابتدى كده يستشفى من الشخص ده، ابتدى كده يقف على رجله، ولكن الشخص ده دلوقتي ابتدى بقى هو يندم، ابتدى يحس بالفرق. وهو معاك حياته كانت عاملة ازاي، وهو بعيد عنك دلوقتي حياته عاملة ازاي، ابتدى يحس بطاقة كبيرة قوي للاشتياق ليك، عايز يكلم معاك، عايز يفتح قلبه ليك، عايز النصايح اللي انت كنت بتديها له، حتى الكلام الكتير، التأمر، الغموض، النظرات الغريبة، كل ده هو عايزه. يعني عايز العلاقة تاني بحلوها وبمرها. هيكون في تواصل من الشخص ده، هيكون في تواصل وإلحاح منه الفترة الجاية دي يا عقرب بإذن الله. ماشي، خلينا نشوف أول نصيحة معانا إيه لبرج العقرب للفترة من 1 ل 10 يناير بإذن الله. بسم الله، برج العقرب، حياتك العاطفية من 1 ل 10 يناير لعام 2021. إن شاء الله يكون عام خير علينا جميعاً، ونشوف السعادة في وجوهنا جميعاً بإذن الله. ماشي يا عقرب، بيقول لك إيه؟ Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. وده حاجة يعني في شخص ما في حياتك ممكن يكون بالفعل، أو شخص ما اتعرفت عليه لقاء جديد، انتوا الاثنين لسه متعرفين على بعض، بس واضح ان ما فيش ما بينكو كيمياء عالية، ما فيش ما بينكو انجذاب. الشخص ده ممكن تكون مميزاته كويسة بالنسبة لك، أو طريقته، أسلوبه، الطريقة اللي اتكلم بيها معاك، الحاجات دي قربتك ليه. لكن لو تبص كده على العلاقة بطريقة قريبة، لو قربتوا كده من بعض، هتحس إن العلاقة دي ناقصها الكيمياء. مفيش كده عينيكوا ما بتلمعش وانتوا بتشوفوا بعض، مفيش فرحة الأحباب لما في المقابلة. يعني في حاجة مفقودة في العلاقة دي، وانت ابتديت تعرف ان مفيش كيمياء ما بينك وما بين الشخص ده، مفيش تفاهم كبير ما بينكم. طيب خلينا نكمل ونشوف بسم الله في ايه بالظبط جاي تاني في طريقك يا عقرب. انا شايف ان في اشياء كتير قوي، في ايجابي، في سلبي، في تطورات، في ندم شخص ما، في شخص جديد، في تطور العلاقة هنا. طيب امال ليه كده نفسيتك مش مظبوطة؟ ممكن تكون كل الأشياء دي هتتغير في أول 10 أيام بإذن الله. ماشي يا عقرب، بسم الله. أوكي، Judgment، Six of Wands، Ten of Cups، Six of Cups. طب خلاص بقى كده، أنا بقول لك ممكن هتتغير، لا ده فعلا هتتغير. أول حاجة أحب أقول لك إن في البعض منكم متزوجين أو في علاقة زوجية ما بينكم، كان في مشاكل، كان في عدم تفاهم ما بينكم وما بين حبيبك، حسيتوا كده إن أنتوا مع بعض بس بعاد عن بعض، حاسين إن العلاقة فيها نوع من الجفاء، فيها نوع من الإهمال. أحب أقول لك إن الفترة الجاية دي هيكون في تحسن في العلاقة العاطفية ما بينك وما بين زوجك، هيكون في كلام من القلب، هيكون في مصارحة، هيكون في مصالحة لو أنتم مختلفين أو متخاصمين. الفترة الجاية دي هتنسوا الأشياء اللي مضايقاكوا، هتنسوا الأشخاص اللي واقفين في طريقكوا، هتركزوا على نفسكوا. يا عقرب، أنت هتركز على العقرب وعلى حبيبك أو زوجك، ده اللي انت هتعمله، وده اللي هيخلي الظروف تتحسن ما بينك وما بينه. طيب السكس اوف واند، في شخص جديد داخل حياتك، الشخص ده عايز اقول هيكون وسيم، هيكون شخص تتمناه،
الشخص ده هيكون كمان جريء جدا، وهيكون مش الشخص اللي ليه في اللف والدوران، يعني عايز يخش علاقة عاطفية سريعة. ممكن يكون كمان شخص عايز يستقر، عايز زواج. ممكن يكون هيخش العلاقة دي وعايز إن هي تتطور بطريقة سريعة. هيكون في تواصل ما بينكو، هيكون في انسجام كبير ما بينكو بإذن الله. الشخص ده هيكون مميز في حياتك يا عقرب، خلي بالك من الشخص ده. طيب التين اوف كابس، التين اوف كابس بيقول ان بالفعل في البعض منكو هيكون في تحديد لميعاد زواج الفترة دي، او في لم شمل، يعني البعض منكو المنفصل او مطلق هيبقى في لم شمل. انت وزوجك او انت وزوجتك هتتجمعوا تاني بإذن الله. هيكون في نوع من السعادة، ممكن انت في بلد وزوجك او زوجتك في بلد، هيبقى في تجمع ما بينكم. المخطوبين ممكن هيتطوروا العلاقة العاطفية لزواج بإذن الله. طيب السكس اوف كابس بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا البعض منكم اللي منتظر اطفال، البعض منكم اللي ممكن يكون مطلق ومعاه اطفال وحاسس ان مفيش حد هيقبله بالموقف ده. احب اطمنك واقول لك لا، في لقاء، حتى لو انت مطلق وعندك اطفال او ارمل وعندك اطفال، في فرص كتير ان انت تلاقي شخص عايزك بالطريقة اللي انت بيها، عايزك بكل حاجة انت فيها. الشخص ده ولا هيهمه حالتك الاجتماعية، ولا انت كنت متزوج او ارمل او الشخص ده جاي لك ومشتريك، هيعمل اي حاجة يقدر عليها عشان يحس بالسعادة معاك. الشخص ده اللي عجبه فيك مظهرك الخارجي، بعد كده شخصيتك، بعد كده حاسس ان انتوا الاتنين ما بينكوا كيمياء عالية جدا، انتوا الاتنين ما بينكوا اشياء لا تشترى، مش هيهمه اي حد. الشخص ده هيقف ضد اي ظروف، هيقف ضد اي حد عشان هو عايزك لذاتك، مش عايز اي حاجة تانية، مش عايز يستغلك، مش عايز يضيع وقتك ولا وقته. وزي ما قلت، اللي منكوا منتظر اطفال بإذن الله، هيكون في أطفال في الفترة دي، بشرة خير بإذن الله ليهم. طيب خلينا نشوف تاني كارت عاطفي عايز يقول لنا إيه. بسم الله، برج العقرب من 1 ل 10 يناير لعام 2021. بسم الله يا العقرب، نشوف النصيحة التانية العاطفية عايزة تقول لك إيه. Free yourself يا عقرب، حرر نفسك. It's time to take back control of your life. دلوقتي انت لازم، انت اللي تكون صاحب القرار في حياتك. يعني مطلوب منك الفترة دي ان القرارات تكون منك انت، ان حياتك بشكل عام تكون منسقة شوية، ان انت تبقى عارف انت عايز ايه عقرب، وتحقق اللي انت عايزه. حرر نفسك من الماضي، حرر نفسك من الطاقات السلبية اللي انت محاط بيها، الأشخاص السلبية، الأشخاص اللي دايما بتديك طاقة سلبية، ابعد عنهم، حرر نفسك منهم، لأن أنت محتاج الحرية دي. أنت محتاج إن أنت تبقى حر في اختيارك، ما تسمعش كلام حد، محدش بيحس بعواطفك إلا أنت، وده اللي أنت محتاجه الفترة دي. محتاج قراراتك تكون من نفسك، محتاج إن أنت تحرر نفسك من أي حد حواليك بيقولك ايه الافضل ليك وايه الاحسن ليك. انت اكتر واحد يعرف مصلحة نفسه يا عقرب. شكرا لبرج العقرب، اتمنى لكم الخير والسعادة.